من أربيل عبر سكايب ينضم إلي مراسلنا مصطفى السامرائي. مرحبا بك مصطفى، أبرز ما تمت مناقشته وهل خلص إلى اتفاق أولي حيال النقاط المدرجة؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. بالتأكيد الاجتماعات لا تزال مستمرة بين وفد المجلس الاقتصادي الوزاري التابع للحكومة الاتحادية برئاسة فؤاد حسين وعضوية عدد من الوزراء وكلاء الوزراء والمدراء العامين، وكذلك المجلس الوزاري الخاص بوكيل المستشار برئاسة مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم. الاجتماع لا يزال مستمرا لغاية اللحظة في قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات في أربيل. هناك الكثير من النقاط الموضوعة على جدول الأعمال، أبرزها بما يتعلق بالموازنة العامة وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وكذلك ملف الرواتب ويعني كيفية إرسالها بشكل منتظم والتطلع إلى حلول ناجعة بهذا الملف تحديدا، والذي يعني بات ملفا شائكا، خصوصا وأن يعني كثير من موظفي إقليم كردستان لغاية يومنا هذا لم يستلموا راتب شهر تموز. بالتأكيد أيضا هناك نقاط عديدة، منها ملف النفط المعطل منذ أكثر من سنة ونصف، تصدير النفط عبر ميناء جهاد التركي لا يزال معطلا، وبالتالي المجلسان الوزاريان الاقتصاديان ببغداد وأربيل يطمحان للتوصل لحلول ناجعة كذلك لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. الساعات القادمة يعني ستحدد الكثير من النقاط والأهداف المشتركة بين بغداد وأربيل، خصوصا بما يتعلق بالجانب المالي والنفطي وكذلك حتى الجانب الزراعي. الاجتماع اليوم سينتهي بعد قليل، وهناك اجتماع آخر سيكون يوم غدا في نفس المكان لربما الخروج بمخرجات أكثر تصب في مصلحة إقليم كردستان وبغداد والعلاقة بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم. هل ثمة مخرجات متوقعة ربما حيال نتائج هذا الاجتماع؟ الشارع في كردستان كيف يرقب هذا الاجتماع وهل هو متفائل؟ يعني الشارع يتطلع إلى ضرورة الوصول إلى حلول ناجعة في أربيل و بين اربيل وبغداد، وخصوصا بملف الرواتب الذي هو يعني بات ملفا شائكا، والشارع يتطلع الى ابعاد التدخلات السياسيه على الحكومه الاتحاديه خصوصا التي دائما ما تتسبب بتاخير الرواتب بين موظفي اقليم كردستان. المخرجات الاوليه كما ذكرنا هي ملفات النفط والغاز وكذلك ملف حصه اقليم كردستان من الموازنه العامة. يعني الشارع يتأمل أن تنتهي هذه الملفات للبدء بالكثير من الملفات الاقتصادية بما يتعلق بالزراعة والتجارة، وكذلك ملف المنافذ الحدودية وكذلك المطارات، بالإضافة إلى نقاط المداخل ما بين إقليم كردستان والمناطق الأخرى، خصوصا أن هناك بعض السيطرات الأمنية التي فرضت بعض الرسوم على الذاهبين من اقليم كردستان باتجاه المحافظات الاخرى. يوم غد يعني ستكون هناك المخرجات النهائيه لهذا الاجتماع الاقتصادي الذي يعتبره الكثيرون انه اجتماع سيكون مثمر للجانبين بين بغداد واربيل. من اربيل كنت معي مباشره مراسلنا مصطفى السمرائي، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات.